أعزائي الطلاب، الله يسعد أوقاتكم جميعاً. إن شاء الله اليوم سنحتفل سوياً بإذن الله بنهاية الوحدة الأولى، يعني نهاية نص المادة، بالقاعدة رقم 15 والأخيرة عندنا هون في هاي صفحة 56، having things done أو الكوزاتيف. الاسم المتعارف عليها القاعدة هاي الكوزاتيف. كوزاتيف يعني سببية، مع العلم والله ما إلها علاقة بالسبب لا من قريب ولا من بعيد، بينما الاسم الثاني having things done أقرب بكثير لشكل الجملة المطلوبة. having طلعوا من had، things اللي هي الأوبجكت، ودن اللي هي الفيرب 3. having things done يعني الحصول على الأشياء جاهزة. أعطيكم مثال بالعربي، مثلا أنا غرفتي مش مرتبة، أنا ممكن أنا أرتبها أو شخص آخر رتبها، بس في النهاية سأكون أنا قد أنا حصلت على غرفتي مرتبة. السيارة عطلانة، ممكن يكون عطل بسيط أصلحها أنا أو أوديها على الميكانيك، في النهاية أكون أنا حصلت على السيارة مرتبة، مصلحة، أنا آسف. السيارة لازم تكون مرتبة برضو، بس مصلحة. طيب لاحظوا شغلة، الفعل هاد شو يعني؟ في الكوزاتيف مش مطلوب منا تنس إلا السيمبل باست، يعني في الريرايت ما حنشوف هاف ولا هاز ولا ويل هاف ولا إز جوينج تو هاف ولا هاف هاد، أوكي؟ فقط هاد، لأنه في الأول ثانوي مطلوب كان كل التنسز فيها، كل الأزمنة. مثالين فقط موجودين في الكتاب على هاي القاعدة، مثالين فقط، أوكي؟ واحد ريرايت واحد ضع دائرة. الآن أضفت عليه مجموعة من الجمل حتى إن نستوعب الفكرة. شوفوا يا جماعة، الجملة المعطاة بيعطيني جملة، راح تشوفوا في هاي الجملة كلمات مثل asked someone أو somebody to زائد verb زائد object. هيك لازم يكون الجملة أصلية ترتيبها. ثم قد يكون عندنا for زائد ضمير asked، هاي asked، هاي asked. طب wanted، أردت، طلبت من شخص، نفس الشيء فعل ماضي، found اتصلت. مع العلم انه في الكتاب مش مذكور الا المثال اللي زي هيك. ما بيلزمني من كل هذا الحكي كله راح ينشطب، راح ينشطب، راح ينشطب، ما بيلزمني الا الفيرب والاوبجكت فقط، والبقيه كله بده يروح. يعني في هذا المثال I asked someone to make a guitar for me، عشان اميز بينها وبين الباسيف يا جماعه، غير عن انه الجمله الاصليه بيكون فيها هاي اللغه. لاحظوا بدأ بآي الإعادة بآي، بدأ بآي الإعادة بآي، بدأ بذي الإعادة بذي، بدأ به الإعادة بهي. طيب I ask someone، بتعرفوا لو بلش بsomeone فاعل فعل مفعول به بتصير جملة باسيف. أصلا من مسميات هاي القاعدة الكوزاتيف باسيف، من مسمياتها، سيبونا من مسمياتها. شوف I ask someone to make a guitar for me، شو بيلزمني؟ الفيرب والأوبجكت فقط. فمباشرة I اللي هي السبجكت، had، ثم الأوبجكت مفعول به a guitar، ثم الفيرب 3 من الفعل make made، نقطة، خلص ما بيلزمني أي إشي تاني. اوعوا حدا يحكي لي by someone، هي بتنفع. I had a guitar made by someone، عشان هيك سموها causative have، causative passive، بس ما بيلزم، ما بيلزم، ما بدي. اصلا هاي القاعده تستخدم عندما اريد ان اقول ان شيئا ما حصلت عليه جاهز، وبغض النظر من الذي قام بالعمل، اوكي؟ طيب ما اننا طلاب علمي وبنحب نفهم. I asked someone to make a guitar for me، انا طلبت من شخص ان يصنع جيتارا لي، انا حصلت على الجيتار مصنوع. هيك صارت الجمله، أعطت نفس المعنى، same meaning. I had a guitar made. طيب. I asked the mechanic to fix my car. بلزمني fix my car. Fix verb, my car object. غيره ما بلزمني من كل الجملة. So, I had
my car fixed. الجملة معناها أنا طلبت من الميكانيك أن يصلح سيارتي، أنا حصلت على سيارتي مصلحة. They wanted a local builder to build their house. They wanted a local builder to بعد to build verb their house الobject هذول اللي بيلزموني. So they had الobject their house والverb 3 من build built. هم أرادوا من بناء محلي أن يبني منزلهم، هم حصلوا على منزلهم مبني. He found the plumber. Plumber سباك الموسرجي يعني. To mend يلزمني الفعل mend وthe pipe ماسورة. So he had the pipe mended. هو اتصل بالسباك ليصلح الماسورة، هو حصل على الماسورة مصلحة. اوكي، الجزء الثاني ضع دائرة. Complete the following sentences with the correct form of the verb. ضروري جدا لما بشوف الجملة اميز انه هاي جملة كوزاتيف، بيكون معطيني كل المعطيات subject had object وبعديها فراغ بده الفعل. I couldn't repair my computer myself. لم أستطع أن أصلح كمبيوتر بنفسي. I had it verb 3 repaired. I had it repaired. We didn't build our own house. We had it built. Subject had object verb 3. We had it built. حصلنا عليه مبني. حصلت عليها عليه مصلحا. Brides rarely make their dresses. اوكي، انا استخدمت هون السيمبل بريزنت يا جماعه الفعل هاب، معلش بدل هاد، هو في الواقع ما في غير هاد في الكتاب. بس هذا مش انا بدي اكتبه، مكتوبه جاهز، فاعتبره هاد بدل هاد. ها سبجكت، هذا شو؟ مؤشر وسطي ماليش فيه. هاف بدل هاد. ذم اللي هي الاوبجكت، يعني سبجكت had object. الآن بدي verb 3. They often have them made. People don't service their cars. They have them serviced. I had my phone فراغ after I dropped it. I was a. شوفوا أنا هون عادة حاطط جملة تمهيدية ثم جملة كوزاتيف، جملة تمهيدية ثم جملة كوزاتيف. هون داخل بالجملة الكوزاتيف مباشرة. كيف نعرف؟ I subject had. ملاحظين حتى الوزارة ما بيجيبوا لها had. My phone اللي هي الobject ثم بدي هون verb 3. طب وafter ولا إلها علاقة، بشتغل على قاعدة الكوزاتيف. مع العلم طلعوا after I dropped it، ما حكى had dropped it. ما علينا، هذا مموه قوي وهو خيار خاطئ، ما بصير قبل after had repaired. وأصلا الجملة causative I had my phone repaired. خلص لما يكون في عندي تركيب جملة causative لازم من ضمن الجملة يكون في عندي الverb 3 اللي هو repaired. وزارة 2020 حلوة، عاملين لي اياها rewrite دوائر. I asked طلع يا جماعة someone to send my text message. Asked زي ما اتفقنا صح، و someone و to بهمني send my text message. Send الverb و my text message الobject. طلعوا الجواب هون. The correct causative form. حاطط لي اسم القاعدة. الcausative الشكل الصحيح of the sentence للجملة السابقة هي هاي جملة عادية خبرية بده إياها causative. فأنا بدي الترتيب يكون subject ثم had ثم object ثم verb 3. هذه مموه قوي خيار خاطئ. طلعوا I had sent my text message. يا عمي هاي جملة عادية فيها past perfect had sent، هذه خيار خاطئ. طيب I have sent my message، خطأ أصلا مش causative. My text message was sent هذه passive.
وهو بده ايش؟ causative. ديروا بالكو. الجواب بي I had my text message sent. حصلت على رسالة نصية مرسلة. والله ما أنا عارف يعني بيخبصوا مرات يا جماعة بصراحة. بعد كثير عن الهدف من استخدام الكوزاتيف، هو بس نرمي كلامه خلاص. كل التحفظ على امتحان الوزارة 2020 بصراحة في كثير خبايص. يعني أنا أنا مضطر مثلا أو يعني بلزمني إنه حد يرسل عني تكست مسج؟ ما بعرف. أما أنا حدا ينظف لي غرفتي، أوكي بديش أنظفها. أنا حدا يصلح لي سيارتي، والله ما بعرف أصلحها، بدي حد يصلحها. فللأسف معلش خلص نطبقها قاعدة، وبغض النظر عن المعنى العام يعني والداعي للاستخدام. ايش اللي يا هاي يا جماعه؟ شو يا مشوها. اللي بعده الان نبدا بتمارين الكتاب ريفيجن مراجعه. هاي جمل مكتوبه نص حرفي في الكتاب. اهميه هذا التمرين انه موجود في الكتاب. طبعا عامل لي اياهم ري رايت مثلا اول ثنتين، راح احكي لكم من وين جايات بعدين البقيه. اول ثنتين يا جماعه ماخوذات من إيش اسمه progressive test، امتحان تحصيلي موجود وين؟ في آخر الكتاب. فهذول الجملتين حاطينهم ريرايت فيه، وأنا بتعرف بحبش أفلت إشي موجود بالكتاب. كأنه بده يحكي لي في الجملة رقم واحد، يلا هلا أنتم بدكم تحزروا شو القاعدة. He started studying at 5 PM. بدأ الدراسة الساعة 5. آسف. It's 10 PM والآن الساعة 10. And he is still studying. وما زال يدرس. وكأنه بيحكي لي present perfect continuous. شيك؟ إذن he has been studying since 5 PM. طب يعني احتمالاتها في الوزارة ضعيفة جدا جدا. خلص بس جملة ومكتوبة. وكأنه الهدف بده يحكي لي بأنه the present perfect continuous. You start in the past and still doing something up to now. بدأت في الماضي وما زلت مستمر. 2. Ali intends to finish his project tonight. برضو هون بده يحكي لي شغلة بأنه intends to هي نفس is going to. Intends ينوي. Intends ينوي. يعني بده بس هون يحكي لي انه intends to مقابلها is going to. طب كمل. Finish his project tonight. فشلات التنتين. هلا نبدأ بجمل من جمل الكتاب. اهم شيء لما اقرأ الجملة واشوف الكلمة بين قوسين اعرف اي قاعدة هو بيحكي عنها. وانا خليت التمرين زي ما هو في الكتاب، زي ما هو مع العلم نفس الجمل احنا سابقا حليناها. ضع دائرة. اوكي. Perhaps Isa's phone is broken. Isa's phone. هاي Isa's phone. في الريرايت برضو استراتيجية حلوة هيك. تشطيب المكتوبة. Perhaps. طب اوكي. Perhaps. ما هي مقابلها might. معناته هذا درس using models. might وين مذكورة عندي؟ في درس using models. استخدام المودلز. اللي هم have to. don't have to. must not. و might. فقط. طيب اوكي. إيساز فون مايت بدل بيرهابس. طب بعد مايت إز يا ترى شو بده يصير فيها؟ صح. أم إز آر بعد المودلز تصبح بي. ولكن was هاي بتلزمنا في قواعد قادمة. ماشي اللي بدي احكيها الآن. where بعد المودلز شو بتصير؟ يلا اشوف. اذا am و is are بعد المودل بي، طب was و where ما تحكوليش بي، معناته هيك بتصير am و is و are نفس الاشي زيها زي was و where.
هذا الحكي مش صحيح. أمو إز وآر بتصير بعد الموديل بي. هلأ واز وير عشان أحافظ على الزمن بتصير هاف بن. كمان مرة. أم وإز وآر بعد المودلز تصبح بي، ولكن واز وير بعد المودلز تصبح هاف بن. على كل حال إذا هاي مغلبتكم شوي خليها بس نوصل قاعدتها، أوكي؟ طيب إذا إز بدها تصير بي، لو كانت واز بدها تصير هاف بن. آه بس فيش مثال على واز عندنا. بروكن. Perhaps Isa's phone is broken. Isa's phone might be broken. طيب it isn't necessary. Not necessary. Not necessary مقابلها don't have to. Not necessary. Necessary have to. Not necessary don't have to. Okay. طيب ملاحظة على هذا التمرين اللي بيعطيني كلمة بين قوسين وأتقيد باستخدامها. اولا يمكن الاضافة على الكلمة اللي بين قوسين ولا يمكن تغييرها. كيف يعني؟ يعني have ممنوع تصير has او had، اما اضيف لها to بصير، اضيف ما قبلها don't برضو بصير. يمكن الاضافة ولكن التغيير ممنوع، يعني بالأخير بدي أشوف كلمة have موجودة. كمان مرة not necessary معناته you don't have to. وكمل switch off the screen. It is not necessary to switch off the screen. You don't have to switch off the screen. خمسة you are not allowed to touch this machine. ومعطيني must. You must not touch this machine. والله اللي بيعرف يعني مثلا 3 و4 و5 على درس المودلز، اللي بيعرف رقم 6 فهو بطل. مش كثير بطل بصراحة، لأن المفروض تكون واضحة. في should وفي if. لالو بحكي لي استخدم would. جملة الادفايس نصيحة I think you should send a text message. If I were you I would send a text message. If I were you I would send a text message. نشوف الجملة التالية press that button to make the picture move. If you طلعوا هون moves أحد الجمل اللي حليناها دوائر، اضغط على ذاك الزر لتجعل الصورة تتحرك. إذا بتضغط على ذاك الزر تتحرك الصورة، هيك ده تصير. If you press that button فاصلة the picture. يلا أشوف the picture إيش والموف. والله أوكي لو ما فيش هون moves بإمكان أحكي والموف وصحيحة. والماكينات مش ألماني، صيني، والمصنع عمره 20 سنة، ويمكن إلى 15 سنة ما عملناش صيانة للماكينات. كل ما بتكبس 5 كبسات في تنتين بزبطوش، بينما هون كأنه المصنع ألمانيا. The picture moves. هو بده شو حكينا هون؟ ممنوع أغير moves ويمكن إضافة عليها، أما أنقص منها الاس ممنوع. ممنوع، لازم moves نفسها بده، وإلا كان طلع الجوابين moves والmove. طيب واضحة هاي الجملة رقم 8 إنه بده ربط الجملتين باستخدام before. محمد checked his emails and then he started work. طلعوا يا جماعة and then اللي راح تروح
مع بيفور، بس طلع شو نبلش؟ محمد هاد. اوكي الحدث الاول، الحدث الثاني هو اولا شيك على ايميلاته ومن ثم بدأ العمل. اذا محمد هاد checked his emails before he started work. لما اعطيني هون before بين قوسين وش نبلش فيها؟ لو نبلش فيها بدي اضطر اجيب هاي الجملة هون وهاي الجملة هون، بس لا هو نبلش في الحدث الاول. تسعة، نفس القاعدة تقريبا بس بدل before after. هدى helped her mother to prepare lunch then، اللي حتروح she went to the library. هدى helped her mother، هذا الحدث الأول. الحدث الثاني she went to the library. بعد أن after هدى، بدي الحدث الأول. بس ديروا بالكو after هدى had helped، هيك قاعدة after her mother to prepare lunch comma she went to the library. الله اللي بيعرف الجملة رقم 10 بيكون بطل وبياكل شيبس البطل. يلا I think you should know the truth، ومعطيني بين قوسين want. شو القاعدة هاي؟ أنا عارف في ناس ممكن هيك على السنس تيجي معه. أوكي بس ما هي قاعدة معينة، ومن القواعد اللي أخذناها، بس أني قاعدة غششكو؟ مش فعل سلسلة؟ مش يتبع تو زاد فيرب 1؟ I want to. بس هون طلعوا I think you should know the truth، لذلك I want you to know the truth. لو حكى يا جماعة I think I should know the truth بتصير I want to know the truth. كمان مرة، لو حكى I think I should know the truth بتصير I want to know the truth. بس هون بيحكي I think you should know the truth، معناته I want you to know the truth. بس ديروا بالكو بين فعل السلسلة والتو زائد فيرب 1 هون في عندي الضمير you. I want you to know the truth. شوفوا يا جماعة هاي جمل كتاب، يعني إذا عجزت عنها بعد ما أفهمها لو بحفظها حفظ. هاي جمل كتاب ولا مرة إجت في الوزارة، سوكي يعني هاي. طيب شوف المثال رقم 11 و12 اخر شيء. Somebody has found my missing laptop، معطيني بين قوسين بن ومبلش بماي. اوكي somebody has found my missing laptop. لو قسمنا الجملة زي هيك على طول بنعرف شو المطلوب، فاعل فعل مفعول به، اي اعادة تبدأ بالمفعول به اذا passive. والدليل معطيني بن على اساس has found، تصير has been found. بن اوكي، بس هون معطيني جزء من المفعول به ماي، ما بينفع ماي تكون مفعول به. ماي ايش؟ طيب ماي ميسنج، ماي ميسنج ايش؟ لابتوب كامله. ماي ميسنج لابتوب، الان بجي خلصت بجي على الفعل هاز فاوند، بصير هاز بن فاوند. نكتب باي سمبادي، خلينا نكتب by somebody. والله يلا نجرب. My missing laptop has been found by somebody. اوكي يعني شو مين somebody؟ نكرة. شو لو حكيت by somebody شو اضافت للجملة؟ لا شيء، بالعكس تضعف الجملة. اذا ما بحط by somebody. اخر جملة رقم 12، اتذكروا قاعدة بلشنا فيها اليوم. كيف بعرف؟ فيها ask someone، فيها to بهمني fix الverb وmy computer الobject، واصلا معطيني لازم استخدم had. so I had my computer fixed. نهاية تمرين الكتاب الأول. الآن برضو رح ننتقل إلى تمارين الكتاب. تمارين كتاب مهمة جدا يا جماعة، ديروا بالكم. أول سؤالين بصراحة من عندي، الفكرة من السؤالين الأول والثاني موضوع الفانكشن، فانكشن اللي هي الوظيفة اللغوية. في الأولى على التنس على الزمن اللي هو simple future، بصراحة للإحتياط هدول
للاحتياط، يعني فقط من باب معرفة الشيء مش أكثر. The back looks heavy، تبدو الحقيبة ثقيلة. I'll help you with it، حساعدك فيها. The function of using simple future in the above sentence، إنها وظيفة استخدام المستقبل البسيط في الجملة. I will help you. أنا متى بستخدم will زائد verb 1؟ إذا كان decision قرار أو prediction without evidence، تنبؤ بلا دليل. يعني plan خطأ وschedule خطأ، لأنه هذول بستخدم فيهم am is are going to، وهون عندي will help. هل هي قرار ولا تنبؤ؟ تبدو الحقيبة ثقيلة، حساعدك. قرار decision. 2. Despite the recent advances in technology, it is still unreliable and inconvenient. Despite، بالرغم من، دائما وظيفتها الopposition، التعارض. طب اوكي، لما نجيب البوكلت في الصفحة الثالثة منه تقريبا او الرابعة، او لا الصفحة الثالثة تقريبا او الرابعة، في عنا الجدول اللي موجود فيه كلمات الربط والفانكشن منها، الوظيفة اللغوية. هلا cause سبب، effect نتيجة. هذول لمين؟ هذول اللي تبعون therefore و as a result as a consequence so in this way. بربط السبب والنتيجة. الopposition التعارض، شوف، بالرغم من، بالرغم من التطورات إلا أنه في تعارض. continuing الإضافة، هاي في حالة وجود and furthermore moreover. okay، راح نجي له هذا إن شاء الله، بس نداوم. طيب هذا تمرين كتاب، وهو تمرين مهم جدا، وطالب مني هون أن أضع دائرة على الإجابة المناسبة. We're going to Aqaba again the summer. شو the summer؟ فصل من فصول السنة. فصول السنة يستخدم معها دائما in. نحكي in the summer, in spring, in winter, in autumn. okay، طبعا مش بحاجة انه يكون لها قاعدة خاصة فيها، لانه هذا المثال الوحيد اللي وارد عندي هون في الكتاب. We're going to Aqaba again in the summer، يعني سنذهب الى العقبة ثانية في الصيف. وهذا الموضوع انتظرناه منذ السنة الماضية وخلصنا انتظار، ولا ما زلنا ننتظر؟ ما زلنا ننتظر. اذا have. I have been looking forward to it since last year. لو حكيت I had been waiting أو looking forward، معناته توقفت عن الانتظار. بينما هون لا، بدأت أنتظر ولا زلت، لأنه لسه ما راحوش، بدنا نروح. إذن إنه هاد، إنه هاد اللي هي سي. 4. يلا يا جماعة اتدربوا على الفراغين، بس قاعدتين مختلفتين، منفعش نفس القاعدة. يلا we had the computer إشي because it had stopped إشي ثاني. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، لأنه فيش عندي ولا طالب، هم كله بنات. بإمكانكم توقفوا الفيديو، تمام، تجاوبوا الأسئلة، ما هي الدوسية، وتأكدوا من الإجابات. We had the computer. طلع subject had object verb 3 causative اللي أخذناها اليوم. because it had stopped، الفعل stop يتبع verb ing. بدي الخيارات اللي فيها verb 3 و verb ing. هاي verb 3، بس مش verb ing، غلط. هاي verb 3 verb ing، هذا الصح. طيب verb ing غلط، verb ing غلط. محمد was walking home when the rain فراغ، نقطة بس لحد هون. على قاعدة when، ما قبلها past continuous، ما بعدها past simple، يعني بدي هون verb 2. نشوف verb 2 هاي واحدة، verb 2 هاي واحدة، إذن هاي غلط وهاي غلط، يعني يا بي يا سي. نكمل. It was heavy، كان المطر غزيرا. So he have got very wet،
لابد أنه ابتلى. هلأ بدناش نعملها قاعدة لحالة، ديروا بالكم، ومثال واحد فقط. must بمعنى لابد، can't عكسها بمعنى لا يمكن في هذا المثال. وفيش مثال غيره. So he must have got very wet. لابد أنه ابتلى، كان لأنه كان المطر غزير، مش لا يمكن أنه ابتلى. طب ما هو المطر غزير. إذن started و must. هاي الجملة حليناها في الباسيف. يلا. In the past most letters فراغ by hand but these days they are usually فراغ. اوكي. In the past بتدل على simple past. شوفوا لوين؟ لهون. but بلشت جملة جديدة. simple past وفي عندي by معناته simple past passive. simple past passive إذن الجواب was aware زائد verb 3. letters جمع were written. إما هاي أو هاي. wrote غلط، written غلط. الجزء الثاني but these days انتقل بالزمن إلى المضارع usually مضارع بس معطوفة عليها برضو passive. they طلعوا they are usually verb 3. أعطاني are usually verb 3. يعني الجواب بدي إياه where و verb 3 والجزء الثاني verb 3 where written و typed. هاي الجواب كويس. تعودوا على الدبل على الدبل فراغات، عملوها في 2020. We should really know the dangers of the internet. بدي احكي لكم عن هذا. هذا سهل وجميل جدا من هون الى هون. هذا درس هون بنشرح اسمه فعل زائد حرف جر، يعني بالانجليزي بلغة اشقائنا الانجليز verb plus preposition، فعل مع حرف جر. للعلم يا جماعة احنا بنحكي فعل ان وبمعنى يملأ. فعل ان فعل ان give out بمعنى زي يعطي، يعني give out يعطي يزود. احنا بنحكي turn on turn on. في turn off ترى double F turn off بطفي، turn on بشغل بس مش مطلوبة. turn off مش مطلوبة، مطلوبة turn on فقط وبنحكي احنا يا جماعة connect connect ولا connect connect ولا connect. طبعا connect no germination in English، فيش تضعيف باللغة الإنجليزية، الحرفين من قرأوا حرف واحد connect with هاي معناه يشغل، connect with يرتبط به أو يتصل به. وآخر شيء إحنا بنحكي know about يعني يعرف عن. أوكي اعتبروا هذا درس vocabulary، إله علاقة بالفوكابيولري، ارتباط الفعل بحرف الجر المناسب المطلوب بناء على هذا الجدول. نحفظ هذا الجدول ودن. واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة. يلا نشوف. We should really know about the dangers of the internet to connect with people on the internet. You need an account. اشطبوا لي تو والله يا جماعة. You need an account. You need to turn on privacy setting. شغل إعدادات الأمان الخصوصية عفوا. To avoid being hacked. حتى ما يهكرونا. To have a license you need to give معلش المفروض سم هون تكون بس يلا to give out personal information أو some personal information. وآخر واحدة in order to get a visa to the UK you have to fill in a form. نهاية التمرين
يا رب يطلعوا الإجابات صح. تكملة تمارين الكتاب يا جماعة، وهذا التمرين يعني جيد لا بأس به،